صباح الخير. صباح النور. مو علومك. تحدي بين مريم ومنتصر. نسوي في البيت زين حلو. منهم حرقة نصطفى. أهم شيء السمن الأعمال. تفضل هذه أنا أبو طابقتنا محترقة. ما شاء الله ما شاء الله. نقلب. وأهم شيء السمن العماني. يعطيك لذة السمن العماني؟ مرة. وكل ما تنهض بدري تبدي يومك صح. أنت تعلمها ولا يتعلمك؟ كلهم نأخذ الأفكار ننكسم مع بعض. وهذا جهاز شغلنا. في الختام الشخص لازم يتعلم كل شغلة ويتقنها ويكون يمارسها تلقائيا يوميا. Thank you.